انتم وياها وانتم جماهير واصل اخوتنا وعلى راسنا. خرجت اليوم جماهير واسط ضد مشروع خصخصة قطاع الكهرباء في التوزيع والجباية لما له من تأثير سيء ومجحف على عيشة المواطن وحاله، حيث أن المواطن لا يستطيع تدبير أبسط شؤون حياته اليومية، وتأتي تسعيرة الكهرباء أضعاف مضاعفة وتثقل كاهله، مما يضطره إلى عدم تسديد هذه القوائم المرتفعة جداً. خرجت اليوم ابناء محافظه واسط رافضه لخصخصه الكهرباء، وتعتبر هذا اجحاف بحق المواطن الواسطي، لان اليوم الحقيقه اليوم نمر بوضع اقتصادي صعب حقيقه مثل ما تقشف، ومن الاجحاف ان كل منزل ياخذ مليون ومليون ونص، حقيقه اعتبر هذا سرقه من المواطن. مطالبنا رفض الخصخصه نهائيا بما يخص محافظه واسط، وتبقى على التسعيره القديمه الى ان تكون يعني بعد مطالب اخرى ان شاء الله. اذا لم تكن هناك استجابه من قبل وزاره الكهرباء تكون مطالب اخرى وبقوه ان شاء الله.